هجور على حق جوزي ان هو انا يكون في عيب لعدم الخلفه، يبقى انا هشيل ذنبه لو هو ما خلفش واجبرته على حاجه زي كده. ايه المشكله يعني؟ بس تكون ست كويسه وبنت حلال وتعجبه ويبقى مبسوط معايا خلاص، ماما هو يبقى مبسوط. لا طبعا ما وافقش. لا ما رضاش ادخل عليا دور. ليه اتحمل حاجه زي دي واجع حاجه زي دي ليا ولعيالي فيما بعد؟ يبقى حاجه بتاعتك انت وحد يشكك فيها مش حلوه يعني، مش بتبقى تقيله يعني. طبعا ما اقبلش ومش هيحصل، لان انا بحب جوزي وهو بيحبني وما يقدرش يجيب عليا دور، لان انا بديله كل حقوقه ومخليه اسعد انسان في الدنيا. لا برضه اللي ما رضوش نفسي مش هرضاه لغيري ابدا. ما خربش بيت ولا ابني سعادتي على خراب بيت حد تاني طبعا. لا ابقى زوجه تانيه لا. ممكن هو يجيب بقى خلاص، يبقى انا في عيب ولا زوجه تانية. احنا عامه عن نفسي انا ست ما احبش يبقى ليا شريك ابدا. ما ينفعش ان انا اخد واحد من مراته، يعني كل واحد بيبقى عايز خصوصيه في حياته يعني. اللي ما رضيتهوش على نفسي استحاله ارضاه على غيري. انا زوجه تانية فعلا. كلامي هيبقى مع جوزي مش هيبقى بره ولا الكلام ده كله. عجبه بالمعروف اهلا وسهلا، ما عجبوش خلاص براحته. هبحه مش هقوله جنازه بس. لا ما ينفعش طبعا، مش هسكت اكيد يعني. ومش هوافق ان هو مثلا يفكر ان يتجوز واحده غيري. لا هو عايز يتجوز بقى، يبقى كل واحد فينا ايه يروح في طريق. اقتله اكيد هقلبها الجنازه. بس هو مش هيقدر. لان انا بحبه، لو هو شايف ان هيكون سعيد في كده انا اتمنى له السعاده من كل قلبي، لان انا واثقه ان هو مش هيعمل كده. بس لو عمل اتمنى له السعاده من كل قلبي. لا لا اتطلق بمنتهى الهدوء يعني، مش هعمل قلق. بس يبقى هو لسه مش باقي عليا خلاص. ايوه امشي في جنازته ومشيش في جوازته طبعا.